أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تسجيل 5 حالات إصابة بمتحور أوميكرون. وقال وزير الصحة في حكومة كردستان سامان برزنجي اليوم خلال مؤتمر صحفي، قال إنه وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بمتحور أوميكرون في دهوك، داعيا إلى ضرورة إجراء الفحوصات الطبية إذا ما استشعر أحد بالأعراض. منذ أن أعلنت الدول الأوروبية تسجيل حالات إصابة بالمتحور الجديد في أوروبا وأفريقيا، ونحن نراقب عن كثب الوضع الصحي في إقليم كردستان، ونحن بدورنا بعد أن كانت لدينا شكوك بعدد من الحالات أجرينا اللازم، وتبين أن هناك إصابات حقيقية بالمتحور أوميكرون، ونعلن اليوم للأسف تسجيل 5 حالات إصابة بالمتحور لعائلة من دهوك عادت من الخارج وهم بحالة مستقرة الآن. نحن على مقربة من تفشي المتحور الجديد في إقليم كردستان، ونحذر من التراخي في إجراء الفحوصات. من يستشعر بأن لديه أعراض فليذهب بأسرع وقت ممكن لإجراء الفحوصات الطبية، كما ندعو المواطنين لتلقي اللقاح بأسرع وقت ممكن. المراكز متاحة الآن واللقاحات متوفرة، وكل ما عليهم هو التلقيح. لا نسعى إلى فرض حظر للتجوال، ولن نسعى، ولكننا نحذر من خطورة الوضع.